اي حاجه حطيتي على يدك كتلقاها غاليه، ماشي غير الزرع، كل شيء لقيناه غالي. لا العدس طلع، اللوبيا طلعت، يعني اي حاجه تحط على يدك. بالنسبه للقمح انا كنت كناخذو ب 120، دابا قالوا لك 160، 120 100 درهم، دابا قالوا لك 160 وما كاينش. درت قلبت ما لقيت حتى شي واحد، ما لقيتو عنده وهو غاليه ما خديتوش. العبره اللي كانت 1400 1300 1500، ودابا العبره الاولاد ب 2800 2600 2800 2000، فيها 18 كيلو. كي باغي دير ليها؟ دار لك سيمانه ونسلا جوج سيمانات وتعاود ثاني تجي. راه بزاف اودي بزاف هادشي، شحال يديرها شحال شحال خدم مسكين يعيش، راه بزاف عليه. القدره الشرائيه للمواطن مازال ما خرجش من واحد الازمه، وعاد زادتو ازمه واحده اخرى اللي هي الوقود. والله يجعل السلامه والسلامه ما كاينش، مازال يلاه خارج من واحد الازمه غيدخل في واحد الازمه واحده اخرى، ما كاينش حل. بالنسبه لهادو انا كنعرف عنده بزاف العوامل، لان عنده علاقه بسبب الاسعار الخارج، عنده علاقه بالجفاف اللي كيعرف البلاد الله يعافينا. وبالنسبه لي تمن اللحم 30 ليك فهو نص مليون درهم، ما يمكنش تقريبا تكون العبره فايته 150 درهم. بالنسبه للشعير تو كيعرف عندنا تباع تقريبا 50 درهم 50 درهم ونص الكيلو على الشعير البلدي. بالنسبه للشعير الرومي تا هو اللي واحد تباع تقريبا ديال غيقدر يتحاسب سنه اخرى. بالنسبه للانسان اللي عنده شي 15 درهم على حسب انه جميع انواع هذا المعجنات. بالنسبه للحل الشعريه بحال هذا الشعريه تقريبا اللي عرف من الدوله من اشياء